صلاة التراويح كم عدد ركعاتها وما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التراويح ليس لها عدد محدد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديدها بعدد، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم متفاوتين فيها، منهم من يكثر الركعات ومنهم من يقلل. نعم. والحد المحدود ليس عليه دليل، إنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 10 ركعة أو 13 ركعة، هذا لا يفيد المنع من الزيادة على ذلك، لأن هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة. والصحابة منهم من يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة في التراويح، فالحد المحدود ليس عليه دليل. والطريق الأحسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر من الركعات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح يسأل عنها شرطة. أما صلاة التسبيح فلم يثبت بها دليل، والحديث الوارد فيها متكلم فيه عند أهل العلم، فهي غير مشروعة، صلاة التسبيح غير مشروعة. بارك الله فيكم. إذن العوض عنها النوافل الأخرى؟ صلوات الثابتة ولله الحمد كثيرة، صلاة الضحى، صلاة الليل، كذلك الرواتب التي مع الفرائض كلها ولله الحمد فيها غنية. طيب. عن صلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نعم.